أنا اليوم جيت غير باش نرد على بعض الأقوال اللي سمعنا مؤخرا على حول تدني المستوى ديال الكفاءات ديال الأساتذة ديال التعليم الفني. دونك من هذا المنبر أنا كنشير بأنه هذا قول مجحف في حق الأساتذة في حقنا، لأنه الأساتذة اللي هما كاينين دابا واللي مشاو يعني اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقين هما كأساتذة مشهود لهم بالكفاءة ديالهم، ماشي غير على الصعيد الوطني بل حتى على الصعيد العالمي. وغادي تسمعوا أسماء من بعد الأساتذة اللي غادي يتعاقبوا على هذا المنبر، غتسمعوا اسماء اساتذه اللي هما دازوا من ذاك المعهد اللي هو معهد شارع باريس، واللي كان ليهم الفضل انهم كونوا اجيال واجيال وضحاوا. ولمعلومه الراي العام ان هاد الاساتذه اللي الان يعني ينعتون بانهم ما كاينش عندهم البعض بهم ما عندهمش الكفاءه، اقول لمن يقول هذا الادعاء انه هاد الاساتذه عندهم شواهد ديالهم عليا، وماشي غير شواهد انهم اكفاء يعني بشهاده المنابر الاعلاميه، ويكفي اننا نشيروا الاسماء الوازنه اللي دازت في هذاك المعهد ديال شارع باريس واللي هما عطاو الخلف. غادي تعرفوا من بعد القيمه ديال هاد الاساتذه. فبالتالي انا من هذا المنبر كنقول بانه لا، الاساتذه اكفاء كاينين، ولكن انا كنحمل المسؤوليه الا كان شي تدني شي حد كيشوف بانه كاين شي تدني ديال المستوى راه راجع بالاساس ماشي للاستاذ، لان الاستاذ خد الشهاده ديالو وجا خدم، جيت تقبل انه يشتغل كاستاذ، فبالتالي ماشي هو مشروط عليه يكون عنده تكوين بيداغوجي. هذا مسألة ديال الإدارة، المسألة ديال الإداريين اللي تعاقبوا على ذاك المعهد وما كانش عندهم بتاتا أنهم كيفكروا أنهم يديروا تكوين لهذ الأساتذة في الميدان البيداغوجي. كنهضر لأنه هذه المسألة كاينة في, 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 في الأساتذة اللي كيلتحقوا بوزارة الثقافة كيديروا لهم تكوين بيداغوجي. إذا هذه المسألة هذه ديال أن ينعت الأستاذ الطريقة هذه هذا حيف، وحتى اللي هو كيمكن له ينعت الاستاذ بانه ما كاين يعني عندنا في الدار البيضاء ما كاينش كفاءات، هذا كيضر ليا ما كانش عنده الالمام بشنو كيجري. يمكن هذا كان غايب على الساحه واحد المده وملي جا بدا كيقول هذا الكلام. هذا يستحيل انك تلقى استاذ من هذه الاساتذه اللي كاينين دابا ان ماشي كوف. والدليل شوفوا الابداعات اللي كاينه اللي كيديروا هاد الاسماء الوازنه اللي غادي تصرح بهم واحد الاستاذه هي غادي تكون معنا. الحمد لله حنا كمغاربه كنفتخروا بمغربيتنا، وعندنا الحمد لله حس وطني، والدليل اننا كنشتغلوا مع المدارس العموميه رغم الظروف ورغم هذا كنخدموا مجانا. اما بالنسبه للمعهد، المعهد البلدي، وهذاك المعهد فيه أطور وفيه ناس، لا بالنسبة للأساتذة ديال المعهد ولا الطلبة اللي هما دابا معروفين على الصعيد، اللي هما معروفين على الصعيد الوطني والدولي، مثلا أستاذ طالعي ديال المسرح، أستاذ عفيفي الله يرحمه، سعد الله عزيز الله يرحمه والزوجة ديالو، أمل عيوش، هادو كلهم خريجين المعهد، أستاذ ديال السولفيج أستاذ الياسني، أستاذ الياسني ديال السولفيج اللي هو دابا كيحضر المباراة الدولية في فرنسا، أستاذ عزيز الحطاب اللي هو دابا معروف الفد، هادو كلهم خريجين المعهد. وما نكروش أن هذاك المعهد خرج ناس اللي هما في المستوى معروفين عالميا ووطنيا. ما يعتمد في تشغيل الأساتذة واللي كتعتمدوا جماعة الدار البيضاء هو انها الاستاذ ملي كيبغي يدخل المعهد انه يقري، فهو كيقدم طلب وكيقدم شواهد ووثائق اللي كتثبت التكوين ديالو والتجربه ديالو. اساتذه التعليم الموسيقي هما اساتذه اكفاء يمثلون المغرب في مباريات دوليه، كيجيبوا جوائز اللي هي عالميه نظرا لجوده اعمالهم، وينافسون الاجانب
واللي قال غير ذلك فاحنا عندنا شواهد اللي كتثبت وعندنا جوائز اللي كتثبت. اساتذه المعهد الموسيقي هما من المغاربه الاكثر وطنيه، لانهم يضحون بالغالي والنفيس باش يقريو المواطنين. الظروف فاش كيشتغلوا هي ظروف قاسيه، الاجر ديالهم لا يرقى الى مستوى الحد الى مستوى الحد الادنى من الاجور. ما عندهم لا تغطيه صحيه ولا امتيازات اجتماعيه ولا تعويضات اللي كتضمن الكرامه الانسانيه والحقوق الاجتماعيه. اساتذه التعليم الفني هما اساتذه اللي عطاو يعني فنانين اكفاء لكي يأثثوا الساحه الفنيه. وكنظن الزميله ديالي راه ذكرت مجموعه من الاسماء، اللي منهم الاستاذ زرهون، منهم عده اسماء، منهم يعني بزاف ديال الاسماء اللي هي معروفه الان. كنتمنى ان المسؤولين على الشان الثقافي ياخذوا بعين الاعتبار المجهودات اللي كيقوموا بها الاساتذه والدور ديالهم في تحريك القافله الثقافيه، ويعطوهم الحقوق ديالهم كاملة باش يمكن الفن يتطور ويزيد القدام.